اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، بنرحب فيكم عبر شاشه وتلفزيون الفجيره مطلع الشمس بحلقه جديده من برنامج ضربه حظ، برنامج ضربه حظ، برنامج المسابقات والجوائز والتحديات. مساء الخير عليكم مشاهدينا، ومساء الخير على حضورنا الكريم اللي مشرفنا بالفجيره مول، وايضا بمسي على زميلتي ورفيقه دربي نوار. مساء الخير، يسعد مساك امجد، يسعد مساك كل الموجودين معنا اليوم بالفجيره مول. مثل ما تعودتوا دائما كل يوم عندنا تحديات جديده وجوائز، بس الجوائز يا امجد ثابته دائما، مقدمه من العربيه للعود، كرجي للعطور، مسك الامارات، نسيم كافيه، جالكسي سينما، وايضا معنا مطعم اوليريز وكفاله للعطور والسيدات، وايضا معنا ريفولي وفن بلوك وفندق رويال ام، وايضا معنا الطاير للسيارات من فورد. بدي اسمع سقفه كثير كبيره، يا سلام. وطبعا رح نبلش وين؟ اكيد رح نبلش باولى فقراتنا، فقره شرق وغرب. اليوم رح يكون معنا الصور موجوده على الشاشه، كل المطلوب من الجمهور الموجود معنا اليوم بالمول انه يحاول يعرف شو هي الصوره. امجد الصور كثير سهله، وبتخيل اكيد اغلب الجمهور رح يعرف الجواب. بس وين حماس الجمهور؟ وين حماس الجمهور؟ لا 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 لا، جاهزين؟ جاهزين؟ نايمين؟ صايمين؟ ها جاهزين؟ برنامج؟ يلا جاهزين؟ بدنا نطلع الصورة الأولى يا نوار، وبنعطي المعلومة. يلا أعطي المعلومة. اوكي، المعلومة يا أمجد بتقول لعبة جماعية يتألف كل فريق من 9 لاعبين يتناوبون على الهجوم عن طريق ضرب الكرة، يرميها الرامي بعصا، أما الدفاع فيحاول إمساك الكرة ومنعه من تسجيل النقاط. ها 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 ها، مين عرف يرفع إيده؟ مين عرف يرفع إيده؟ ها بدنا ناس جداد. لا وين صغار هالفقرة؟ ها مين عرف؟ أمجد شوف تعالي، يلا بدنا تحدي، ما راح، ما في مساعدات اليوم يا نوار. اصلا السؤال سهل والصوره واضحه، وجه جديد معنا صح؟ شو كنت عم تقول؟ وجهك للكاميرا بس. اوكي وجهك للكاميرا، خبريني شو اسمك ومن وين؟ انا شذا من الامارات. اهلا وسهلا فيكي شذا، قدرتي تعرفي شو الجواب؟ اصلا انا عمري 11 وما اعرف شيء. كيف ما بتعرفي؟ ايه شو يعني حتى لو عمرك 11؟ اوكي اوكي، لا تخلي امجد يطلع علينا. اوكي ها البيسبول. اها شو رايك منور؟ صح يا امجد، صح. شو رايك؟ شو رايك الجمهور؟ صح. يلا سافي سافي سافي، صح جواب شذا. يلا وين حجر النرد؟ صح طبعا، الف مبروك شذا. خلينا نشوف شو الهديه اللي بتربحها شذا. حجر النرد يا نوار، الهديه نوار. نعم في حجر نرد. اه صح حجر النرد. انا كنت اعطيك الهديه قبل حجر. اوكي ارمي الحجر. يلا متحمسه جيب لها الهديه. شايفك متحمسه. ارمي. يلا شذا. اوكي رقم 2، عندك 2 تيكتس من جالكسي سينما، الف مبروك. المبروك. شكرا شذا، تطلعي من هون منشان تسجلي اسمك. خليني اشوف الاطفال الحلوين اللي هناك نوار. اوكي الاطفال عندنا حلوين. طيب شو رايك بس نخبرهم المعلومه بالاول؟ خبروا المعلومه، ركزوا. يلا خبرنا يا امجد شو المعلومه. الصوره الثانيه هي احد انواع، لا الصوره الثانيه اله يدويه. اله يدويه قديمه عباره عن اطار خشبي يستخدم في صناعه النسيج، تتكون السدى لتكوين المنسوج. آلة يدوية قديمة عبارة عن إطار خشبي يستخدم في صناعة النسيج. أمجد ما بعرف إذا الأطفال رح يقدروا يعرفوا هذا الجواب، أو الأهالي ممكن يساعدوا أطفالهم بالفقرة الأولى. نختار حدا. هي الفقرة الأولى بس للأطفال يا أمجد، خلينا نحاول نعطي فرصة للأطفال، ممكن الأهالي يساعدوا أطفالهم. مين بيعرف الجواب؟ ها تعال تعال تعال. يلا يلا بسرعة خبرنا شو اسمك؟ عبد الله. من وين؟ أردن. أهلا وسهلا عبد الله، عرفت الجواب؟ لا عرفت ولا لا؟ ما عرفت؟ طب وين ماما؟ روح اسأل ماما بسرعة بسرعة وارجع. روح اسألها شو آلة النسيج هاي؟
أمجد خلينا نشوف حدا من الأولاد هون. تعالي. إيه. ها الولد الولد بدي الولد اللي راح يسأل. عرفت؟ عرفت ولا لا؟ تعال تعال تعال. استني عرفت ولا لا؟ لا أكيد عارف. لا ما عرف. ها. ما عرفت؟ ما عرف. شكرا عبد الله. تعالي. شكرا عبد الله. عارفين عن حالك، شو اسمك ومن وين؟ نور. من وين؟ سوريا. أهلا وسهلا نور، عرفتي الجواب؟ النور. صح، ألف مبروك نور. ارمي النرد. يلا يا نور. رقم واحد. جائزة رقم واحد. ألف مبروك نور، تربحي معنا هدية مقدمة من فن بلوك منطقة الألعاب بالفجيرة مول. شكرا جمهور. أوكي. نعس نوار. كأنه شو يا جمهور نايمين؟ جاهزين؟ وين الحماس؟ جاهزين؟ شو اسم برنامجنا؟ برنامج واحد اللي حكتها بطلعها بفوزها كل الجوائز بنروح. برنامج أعلى. برنامج بنشوف الصورة الثالثة يا نوار. الصورة الثالثة. أوكي، هي أحد أنواع الزنابق المائية الكبيرة، وهما الزنبق الآسيوي المزهر باللون الأحمر، والذي تعتبر أزهاره رمزاً مهماً في الفن. كان يعتبر رمزاً مقدساً في مصر القديمة. مين عرف يرفع إيده؟ هي نوع من أنواع الزهور. زهرة. أمجد. زهرة. بدي حدا جديد. استني نور. ها جديد 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 جديد. بس اللي عارفين يرفعوا إيده. ما بدي حدا هون مو عارف. أمجد مالي اختار؟ اختاري يا نوار. أوكي. اختاري. تعالي انت. ايه اللي لابسي شورت. تعالي تعالي يا بطة حلوة تعالي. ايوة بسرعة بسرعة بسرعة. خبريني شو اسمك. جوليا. جوليا من وين انت؟ من سوريا. اهلا وسهلا فيكي جوليا من سوريا. خبريني عرفتي الجواب؟ شو شو الجواب؟ شو؟ طب الماما بتعرف؟ نول. شو؟ نور. نور؟ طب روحي بسرعة بسرعة اسألي الماما. اسأليها وتعالي بسرعة. يلا 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 أسرع. اسأليها بسرعة وارجعي أسرع. تعالي. يلا 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 يلا. يلا جوليا بسرعة بسرعة. وانت عرفت؟ اوكي انت رح تشارك بعد شوي. خبريني شو الجواب؟ لوتس. اكيد. شو رأيكم يا جمهور؟ شو رأيكم؟ صح؟ اللوتس؟ صح جواب جوليا؟ شو يا نوار؟ صح طبعاً. صح. ألف مبروك جوليا. سافي. ارمي النرد. لا أنت روحي ارمي النرد. لا تزعل لا تزعل. أنت كمان رح تشارك بس مو هلأ المرة الجاية. أوكي؟ هذا من ضمن فريق البرنامج بيقدم معنا. هذا ايه من ضمن فريق الأعداد. ارمي النرد. رقم لا استنى استنى استنى. خمسة. خمسة خمسة. استنى خمسة. جائزة رقم خمسة. ألف مبروك جوليا، بتربحي معنا قسيمة مشتريات من الفجيرة مول. شكرا لك. يلا شكرا. سافة شو يا نوار؟ والله يا أمجد شوف أنا كتير متحمسة لحتى ننتقل للفقرة الجاي، بس لازم نطلع بريك سريع ونرجع. أكيد استنونا. من جديد لحتى نكمل تحدياتنا لليوم. قبل ما ننتقل لفقرة هو وهي يا أمجد، اليوم في معنا كتير أطفال. أكيد رح نلعبهم لعبة ونحاول نربح أكبر عدد ممكن من الأطفال. لعبة الكراسي. لعبة الكراسي هي من الألعاب المفضلة عندي لما كنت صغير. عندنا تقريبا 6 كراسي، معناته رح نختار 7 متسابقين من الأطفال. بدنا نشوف مين رح يوصل للكرسي. خلينا نقسمهم. أنت اختار 3 وأنا بختار 3، بضل واحد نختاره انا وياك. انا اخترت. بدي الشاب والبنت هذول الصغار. تعالي جيبوهم. ومين كمان؟ لا لا اللي مختارهم. سوري 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 هيك صارت فوضى. اللي اخترناهم اللي اخترناهم. تعالي ومين كمان اللي اخترناهم؟ لا اخوكي طلع. اخوكي تعالي تعالوا. طيب يلا مين قد ايه معنا هلا؟ انا اخترت 3. 7 بس لازم. سبعة. تختار بس 3. طيب ان شاء الله في فقرات ثانيه. ان شاء الله في فقرات ثانيه ان شاء الله. طيب قد ايه صار معنا؟ لازم تختار بس 3 يا امجد. اوكي
كمان اوكي تعي اوكي كم واحد معنا كل واحد على كرسي سبعة كمان في أوكي. حدا بده يرجع في حدا بده يرجع انت تعي هون تعالوا هون خليني احسبكم طيب صفينا كم نوار كمان بدنا زياده واحد صح لانه ست كراسي ايوه خلينا نختار الصبيه هي الحلوه ماشي وان شاء الله كمان فقرات ثانيه طيب اوكي ان شاء الله يلا على العد next time يلا جاهزين عارفين لعبه الكراسي ها مين راح يفوز يلا واحد اثنين يلا ثلاثه يلا 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 لفوا 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 بس احكي ستوب بدنا نقعد بس توقف الموسيقى بتقعدوا بس توقف الموسيقى لا 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 خليكم عم تلفوا بس توقف الموسيقى الكل يجلس على الكرسي يلا رح نبدا من جديد يلا ميوزك ها 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 هي قعدت قبلك مين قعد قبل؟ هي قعدت قبلك معلش المرة الجاية تشاركي معنا لازم طيب. تشيل كرسي لازم أمجد تشيل كرسي؟ يلا 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 على الإشارة يلا بس نسمع الميوزك توقفت رح نقعد طيب يلا ستارت ابدأوا مين راح يفوز يا نوار مين راح يفوز يا نوار كمان شو حظك انت كيفك نعتذر منك كرسي راح من عنا يلا سكرنا الكراسي يلا 1 2 3 ميوزك اسرع 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 او واو 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 اوكي سافي 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 اوكي بدنا ناخذ كرسي يلا صار في تحدي حلو يلا 1 2 3 ميوزك اسرع 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 هو لا تزر منك انت على فكره حظك فظيع يلا دائما حدا بشاركك على الكرسي يلا كرسي يلا شكرا يلا ميوزك اسرع اسرع سقفه جمهور وين بدي اسمع حماس يلا 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 لا تزر منك يلا باقي كرسي واحد هلا كرسي واحد يلا ميوزك اعطونا ميوزك يلا كنترول اسرع 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 ستوب سافي تعال عبد الله تعال صح عبد الله من وين انت اردن اهلا وسهلا فيك سافي لا عبد الله سافي حيوه يستاهل يلا اضرب النرد يا عبد الله يا عبد الله رقم خمسة اعطونا جائزة رقم خمسة يلا ألف مبروك عبد الله بتربح معنا تو تيكتس من جالكسي سينما شكراً لك والحين رح ننتقل للفقرة الفقرة اللي دايماً فريقي أنا ربحان فيها وما تناقشني بهذا الموضوع لو فريقي. سمحت لا فقرة هو وهي رح نختار شاب وصبي نسأل الشاب أسئلة بتخص الصبايا والصبي أسئلة بتخص الشباب ونشوف يا أمجد مين من الشباب والصبايا بشاركنا وين الشباب والصبايا الكبار وين الكبار الكبار فقرة هو وهي شباب يلا بدنا نشارك بدنا نشارك ها مين 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 اهلا وسهلا تعي تفضلي اهلا وسهلا فريقي طبعا لازم اختاره مين من الشباب يشاركنا شاب وين كل يا فريقك شباب يلا امجد ما عم لاقي حدا يشاركني يلا مصنون تعرف عليكي علا من سوريا سافي لعلا من سوريا طيب مين من الشباب بيشارك
يا شباب. مين معنا شاب؟ تفضلوا تفضل، أهلا وسهلا. تفضل. تفضل تعرفنا عن حالك. مصطفى اسماعيل. من وين؟ القاهرة. أهلا وسهلا فيك. تفضل توقف هون. أمجد تفضل مشان تحسب الوقت. أوكي. رح نبدأ من عنا، معك بس 15 ثانية لحتى تجاوب على السؤال وتخبرني. السؤال الأول بيقول شوبك لشو بيستخدم بالعجن؟ شوبك بيستخدم في العجن؟ الفرد. صح. على فكرة أنت بتغش شيء عشان يفوز عليك. والله أنا بدي إياك تفوز. صار عندنا نقطة أمجد عندك. يلا. شو وظيفة المارش في السيارة؟ المارش في السيارة تشغل السيارة. يا سلام. صح. سقفة. ألف مبروك. سقفة. عنا سقفة بدها سقفة. شو هو بهار الباربيكا؟ بهار الباربيكا. بهار الباربيكا؟ لا ما فيش بالعربي، ممكن مسمى تاني. طب أي نوع ده؟ ما أول مرة أسمع عنه صراحة. 4 3 2 1. للأسف انتهى الوقت. هو طحين الفلفل الخضراء مع الفلفل الحمراء. هذا السؤال سهل لازم تجاوبي عليه. شو المقصود بالغاطس في السفينة؟ الغاطس في السفينة شو مقصود فيه؟ لما نحكي إشي غاطس شو يعني؟ عشان تشوف الأسماك. 3 2. صح. هو صح، هو الغطاس. صح صح صح. مبروك عنا. هو شو هو الجزء المغمور من السفينة؟ كنترول. أمجد هو حسبها الكنترول غلط. فريق أنا اللي رح. أوكي 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 أوكي. لساتنا واحد واحد. لساتنا واحد واحد. قصة الكاريه للشعر بتكون طويلة ولا قصيرة؟ قصة الكاريه اللي بقصوا البنات الشعر بيكون طويل ولا قصير؟ قصيرة طبعا. صح. صار عنا نقطتين. طيب شوفي هالسؤال لازم تجاوبي عليه. الله يعينك والله. شو هي وحدة قياس حجم السائل في الصناعة النفطية؟ شو هي وحدة قياس حجم السائل في الصناعة النفطية؟ وحدة قياس السائل النفط شو بيحكوا؟ انتهى الوقت وطبعا احنا الفايزين للأسف. شكرا لك علان، انبسطنا كثير بوجودك معنا. للأسف انت هتكملي خبز مخبوزات في رمضان وهو اخذ الجائزة. معلش حط اوفر بي ان شاء الله. شكرا علان. سافر. تفضل ارمي النرد. ارمي النرد. تفضل النرد ارمي. لو لعبت يا زهر. خلينا نشوف شو الهدية اللي راح تربحها. رقم واحد. جائزة رقم واحد. ألف مبروك، بتربح معنا هدية مقدمة من نسيم كافيه. شكرا. يلا مين من الشباب رح يشاركنا؟ مين بده يتحدى؟ مين مين بده يتحدى؟ مين شباب فريقي تفضل. أنا اخترت فريقي. صار فيك تختار فريقك. اختار فريقي. وين البنات؟ وين تفضل. وين البنات؟ تفضلي معنا. تفضلي أهلا وسهلا. تعرفنا عن حالك؟ بس من وين؟ فلسطين. أهلا وسهلا فيك باسم. وقف هون. أنت فريق نوار. أهلا وسهلا. نتعرف عليك. اسمي آلاء. من وين؟ فلسطين. صديقتنا. صراحة أنا من يعني بوجه شكر لأصدقاء برنامج ضربة حظ. شوفي أنت صح صديقة البرنامج وأنا بحبك ومنورتينا، بس فريقي رح يربح. لا أنت ربحان. أنت ربحان أكيد. أوكي رح نبدأ معي يا أمجد. السؤال الأول بيقول شو يعني الكشتبان بالتطريز؟ شو؟ بتاعت الخبان هذول. اي 7 6 5 اللي بتلف عليه العود. 3 اللي بتلف عليه. صح صح. هو كان بس عم يشرح لي اللي بتلف على اليد. صح. اوكي عندنا نقطة عندك يا أمجد. طيب شو يعني تمريرة حاسمة في كرة القدم؟ تمريرة حاسمة في كرة القدم. لو سمحت لا تأشر له ولا تمثل له. دغري على طول. أوكي. على طول دغري. على طول عن جول دغري. والله صح صح صح. أوكي. متعدلين. عندي شو يعني البوليفر بالملابس النسائية؟ البوليفر شو هذا؟ شكرا. جاكيت. غلط.
4 3 2 1 حاف. لا هي بلوزه صوفكمها طويل بنلبس تحتها قميص البلوفر. شو يعني الترولة في الصيد البحري؟ ترولة. ثري تو وان انتهى الوقت انتهى الوقت. قبل ما هي حكت الشبك قبل شو اسمه نحسبها الجواب هي نوع من انواع شباك صيد السمك. اوكي عنا لشو يستخدم الرنساج عند النساء بعد الصبغه؟ تفتيح اللون. تفتيح اللون. تثبيت اللون. شو تثبيت اللون؟ انت شو قلتي؟ 3 2 1 لتعديل الخطأ الناتج عن تفاوت لون الصبغة. شوفي احنا تقريبا عندنا نقطة وانتم عندكم نقطة. هاد طيب سؤال حاسم. شو يعني الفولت في الكهرباء؟ الفولت قوة الكهرباء. قوة المحول تبع الكهرباء او قوة الكهرباء او قوة محول الكهرباء الجهد تبع الكهرباء. ايوه شو انتهى الوقت. شو صح ولا خطأ؟ الجواب هو هي وحدة قياس فرق الجهد الكهربائي. ايه بس هيك على فكرة نقطة تعادل. نقطة نحن اثنين ربحانين. شو يا الجمهور؟ تعادل سافر كتير تعادل. كبيرة تعادل الحروف انتوا الاثنين ربحانين. تفضلي مدام ارمي النرد. رقم واحد. ارمي النرد جائزة لو رقم سمحت. واحد رقم واحد كما خمسة. أوكي. واحد وخمسة عنا سوري قسيمة مشتريات من الفجيرة مول. ألف مبروك وحضرتك مدام قسيمة من مسك الإمارات. شكراً إلكم. شو؟ بليز ما تحكي معي أنا اليوم ربحاني. شفت الجمهور بالمرتين الجمهور بسقف عشاني أنا وعشان متسابقين يعني. أنا اللي ربحاني. رح نطلع بريك سريع ونرجع نكمل فقرة الأمثال أكيد. ونشوف يا أمجد استنونا. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد في فقرات برنامج ضربة حظ من الفجيرة مول. طبعا وصلنا للفقرة الأخيرة وهي فقرة الأمثال يا نوار. صح وفقرة يا الحماس. رح نشوف مين أبو الأمثال مثل أنت دايما بتقول. مدام تفضلي تشاركينا. تفضلي اليوم بدنا نشوف يا نوار مين أبو الأمثال أو أم الأمثال معنا بهالفقرة. أيه. مين رح يربح؟ يلا معنا عندنا خمس أمثال لازم تجاوبي على ثلاثة على الأقل تكون صحيحة. تعرفينا عليكي من وين؟ ومواليد من مصر. واسمك؟ ومواليد مريم؟ نرمين؟ ومواليد. أهلا وسهلا فيكي تحية لمصر. وين التحية؟ لا 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 بدنا نحيي لازم. يلا يا أبجد رح نبدأ من عندك. أول مثل بيقول معكي خمس ثواني لتجاوبي على المثل أو تكملي المثل. تمام خمس ثواني لكل مثل. كنترول رح يحسب معانا. أوكي نبدأ بالمثل الأول. الولد سر أمه. الولد سر أمه. سر إيه؟ خلص الوقت يا أبجد. الولد سر أبيه مش أمه. وراء كل رجل عظيم امرأة. صح عندك يا أمجد. اللي ما في خير لأهله ما في خير لمرته. انتهى الوقت أمجد. انتهى الوقت. ما في خير للناس. العصا لمن المثل العصا. صح عندك يا أمجد. عدو عاقل خير من صديق جاهل. قالت لك خلص الوقت. هي قالت يعني بآخر الوقت قالت صديق جاهل. صح يا أمجد. تمام نعتبرها صح. مبروك بتربح معنا. ناخذ حجر النرد. وين حجر النرد الأحمر؟ أيوة نرد. أوكي جاوبتي على ثلاثة من خمسة. رقم واحد. واحد جائزة رقم واحد. ألف مبروك تربح معنا هدية مقدمة من كرجي للعطور.
شكرا. ها في رجال هناك جديد صراحة وبرافع ايده من اول البرنامج وانا لازم اطلعه نوار. اهلا وسهلا. شكرا. شو يا جمهور؟ السلام عليكم. السلام ورحمة. تعرف عليك يحيى محمود عبد الهادي. يحيى محمود من وين؟ من فلسطين. تحية ليحيى، اول مرة بيشارك معنا في البرنامج. ايوه طيب راح ابدا معك نوار. راح ابدا معك بس 5 ثواني لحتى تجاوب. المثل الاول بيقول الكحل اهون من العمى. صح. يا سلام عندك يا امجد. طب هذا سهل، كل على ذوقك والبس على ذوق الناس. يا سلام سافي. اذا ما كبرت مش سامع ما بتصغر. يا سلام عندك يا امجد. اعمل خيرا وارميه في البحر. اعمل خيرا مو مشكلة عنا يا امجد كمان واحد اللي ما فجاوب جاوب جاوبنا. تلقى شرا اللي ما يطول اعمل خيرا تلقى شرا. عمض عنه يقول صح. جاوب 4 بيستاهل حجر النرد معنا. تفضل. رقم 1 الف مبروك بتربح معنا فاوتشر من كافالو. شكرا لك. حيوه اسمع تحية. شكرا. مين كمان بيشاركنا؟ تفضلي. شو مرحبا. تفضلي. روحي عند ماما. اهلا وسهلا تفضلي. تعرفين عنك؟ هدى من مصر. هدى من مصر. اهلا وسهلا هدى. اوكي يا امجد تبدا معك؟ معي. يلا. تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. صحيح. رب رمية خير من غير رامي. عندك يا أمجد. اللي إيده بالمي غير اللي إيده بالنار. صح. صح. غاب القط العب يا فار. صح. عندك يا أمجد. أعمل خيرا لجارك. تاني. أعمل خير لجارك. غلط يا أمجد. خبرنا شو الجواب. بتلاقيه باب دارك. بس مو مشكلة انت جاوبتي على 3 صح. تفضلي ارمي نرد. رقم 4. جائزة رقم 4. ألف مبروك تربحي معنا فاوتشر من كافالو. شكرا. تفضلي. شكرا منهم. حيوها. شكرا. ضربة الحظ يا أمجد. رح نختار 3 من المشاركين. طبعا نحن غيرنا شوي بهاي الفقرة. صحيح. بطل لازم تجيبوا 6 و6 ليكون المجموع 12. هلأ صار فيكم تجيبوا أي رقمين متشابهين تربحوا معنا 10 كوبونات لحتى تقدروا تدخلوا السحب وتربحوا السيارة. معكم 3 فرص مقدمة من فجيرة مول. ها مين بيجرب؟ تفضل أنت أول واحد. لا اللابس أحمر. لابس أحمر. أيوة أمجد. ومعانا النرد الثاني. أوكي أمجد أنا رح أختار البنت اللي لابسة أخضر. تعالي. أوكي مين عنا جديد؟ أمجد كمان اختاري. تفضلي تفضلي تفضلي. أيوة أيوة طيب بسرعة. ليش زعلانة؟ معانا. خبريني شو اسمك؟ لما. لما من وين؟ من سوريا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بلما من سوريا. أمجد بتعرف عليك؟ حمادة سمير. من وين؟ من مصر. تحية لحمادة. ونتعرف عليكي. مدام سماح. من مصر. مدام سماح من مصر. تحية لهم. اوكي رح نبدأ معك لما. ارمي الزهر. عندك 3 محاولات لترمي الزهر. لازم تجيبي رقمين مثل بعض. ارميهم سوا. اوكي يلا. اوه يا سلام يا سلام. مبروك لما. سافي سافي. لما ربحت معنا 10 كوبونات لتدخل السحب على السيارة فورد. تعالي. شو هالهدوء اللي فيها؟ أنا راح أنشغل كتير وزعلانة. راح تجيني سكتة قلبية أنا لو مبروك لما. مبروك لما. طبعاً بنروح للثاني. عندكم 3 فرص لحتى 3 فرص تجيب رقمين. يلا بنقول بسم الله. شبرا أمرا شمس نجوم كواكب مواكب هوا سوا. 6-1 كمان مريم. 6-1 معك فرصتين. يلا هيلا هوب هيلا هوب هيلا هوب. 3-1 الفرصة الأخيرة. الفرصة الأخيرة.
اختار ولا تحتار وضربة حظ من النوار. للأسف 5-3 شكرا. بنروح للمتسابق الأخير. مدام. يلا نشوف. بسم الله. 6-6 وتدخل معنا السحب. يا سلام يا سلام يا سلام. رح أعطيك الكوبونات تفضلي. 6-6 رقمين الحظ المتشابهين. شكرا. شو يا نوار؟ أمجد شو رأيك نختار كمان حدا؟ نختار حدا. يلا أوكي مين بدك تختار؟ اختار. خلي علي يختار لنا. ها الحظ حلو اليوم. الحظ حلو. أمجد في سمك. أمجد طيب أوكي تعالي خبرينا شو اسمك؟ مهرة. من وين؟ من اليمن. أهلا وسهلا مهرة. شوفي لازم ترمي النردين سوا أوكي؟ يلا لحتى تربحي 10 كوبونات تدخلي فيهم السحب على سيارة الفورد أوكي؟ يلا يلا يا مهرة. 3-3 و2 يلا جرب. لسه كمان عندك فرصة. فرصتين عفواً. أوكي. احملي الاثنين وارميهم شوي بعيد. ارميهم شوي بعيد أوكي؟ ارميهم لقدام. يلا. 1-2-3 ارمي. 6-5 معك آخر محاولة. لسه عندك محاولة مهرة. بيدعوا لك بالكنترول بيقولوا لك ان شاء الله بتربحي. يلا هو حظ اوفر. حظ اوفر. شكرا اوفر. للاسف ما قدرتي تربحي معنا بس لا تزعلي اوكي. شكرا. يلا بشاركي ان شاء الله بكره. هيك وصلنا. صراحه كان يوم حلو بس انا المتسابقين اللي عندي صراحه كانوا يعني اخويا صراحه لازم تكون تعودت على لازم تعترفي بالهزيمه نوار. سوري لازم تعترفي بالهزيمه. أنا ربحانة مثل كل يوم. للأسف أمجد وصلنا لنهاية برنامجنا وحلقتنا لليوم. أكيد بدنا نخبر الجمهور والمشاهدين تشوفونا بكرة بنفس الموعد الساعة 10 على قناة الفجيرة بالفجيرة مول. مع ضربة حظ أكيد. هلأ صار وقت نقول باي باي, باي.